ومن تحليل الدم بتقول لك انه انت ايه الاكل اللي دمك بيرفضه وياخد موقف منه فما يتفضلش فتدخل منه. والله العظيم. فروحنا عملنا ايه التحليل. هو طلع بقى بص من كوبس برضه، ما انتوا اصحابي الحمد لله يعني. بنصور في المحكمه بالليل، ودايما المحاكم بنصور فيها ايام الجمعه عشان فاضيه. فبالليل المحكمه يعني ناهيك بقى عن في جواها ناس واخده احكام فبتطلع من يعني حاجات عفريقه كده يعني. فالمهم ايه بنصور بقى مش عارفين كيف الحسين داخل من بره ماسك كيس قد كده في سوداني بقشره محمص. من نهار اسود يا سيدي، انت مش طلعت ما بتخانش منه؟ والله العظيم قعد ارقد الكيس كله ان يديني شويه. والله العظيم ارقد الكيس كله وعمال يغيظ يعني كيس ثاني مزبله وارقد واحنا بنمثل بقى ايه ولا ايه ده اموت انا هدخل انا هو ما دخلش هو طلع بيدخل من الفقيره في الفندق شي خاص حتى في التخن بتاعه مش ممكن يدخل خاص والله ايه ايام في الفندق. ومره كنا بنصور في شقه في الزمالك عيلت عمارة الطرابيش صورنا فيها كتير دي على طول. ففي وسط مشهد بنعمل فوكس ففي وسط مشهد والتاني ايه الدنيا حر فرج واقف في البلكونه كده واقف بقى في البلكونه كده كانت كليه الفنون الجميله في غرب فالبنات لما شافوه عملوا ايه؟ اولا هرب على المطبخ والشارع كله طلع فوق العماره وهو ده هرب على المطبخ وقال لي ايه اللي اشتغلي فكانت شغلتي مع حسين ان انا اطفش البنات والرب ده لسه مروح يعني عربيته تحت لسه طالع يعني اي حاجه بقى وكليه التربيه الفنيه يا مفتري